راجي بتقول ان الراجل ما بيهتمش بالتفاصيل ولا بيحب يهتم بيها. هل ممكن نتفق او نختلف؟ مش عارفين، في ناس ممكن تتفق وممكن تختلف، بس اللي هنتفق عليه ان مفيش بنت ومفيش ست ما بتحبش التفاصيل. لا، في تفاصيل بيحبوها جدا 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 لدرجة ان البشر العاديين ممكن ما ياخدوش بالهم منها، ولا انت ايه رايك؟ انا بصراحه يعني ضد ان دي تسمى دراسه، دي حاجه طبيعيه كده، زي ان الشمس مثلا بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب. يعني ان الراجل ما بيحبش التفاصيل دي حاجه برضو كده من الطبيعه، مش حاجه جديده يعني. يعني الدراسه دي ما قالتش حاجه جديده. يعني انت شايف ان الرجاله كلها ما بتحبش التفاصيل؟ يعني لا، الا بقى يعني قدر قليل منها، بس لا، حتى برضو لو انت بتحب التفاصيل يا شريف جدا، بس مش هتبقى لا مش هتبقى محنتف قوي قوي قوي، الا مش هتبقى صاحبي. يعني فاهم؟ لا، في ستات بتبقى التفاصيل، يعني التفصيل جواها تفصول جواها تفاصيل جواها، فاهم يا شريف؟ يعني جوا كل تفصيله صغيره في تفصيله. بص، انا هقول لك حاجه، يعني هو انا معاك في مواضيع التفاصيل دي، لكن انا مثلا ايه اللي ما بحبش فيه التفاصيل كراجل؟ لو انا هتكلم نيابه عني وعن ناس كتير بشوفها حواليا، ان مثلا ممكن ايه، تعالى قول لي الموضوع على طول، ما تدينيش الانترودكشن او المقدمه الطويله العريضه اخر اليوم بعد يوم شغل طويل عريض مثلا، وسسبنس او اي حاجه. ممكن نخش في الموضوع على طول، يعني عارف انت، لو نخش في الموضوع على طول. أيوة بجد. أيوة يعني بناخدها من الفيلم بجد. أيوة. ومن غير حتى هنوصل للموضوع اسرع بكتير. وبص يا شيف، من غير حتى ما يتقال ده في حاجه مهمه عايز اقولها لك، لا ما انت قول لي بقى المهم على طول. عارف زي بالزبط. الناس اللي بتبعت مثلا رساله كده مثلا يقول لك مثلا ايه، شريف ازيك، وترد عليه ما يردش عليك، اللي هو بقى انت تفضل بقى ايه، وياخد وقت كده. طب ما تقول شريف ازيك، انا عايزك في كذا 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 كذا، يعني ليه ما تخشش في الموضوع ده؟ لو ما بيسالش عليك بقى له فتره، ما هو بقى خش بقى في الموضوع. يعني شريف ازيك، قلت لك الحمد لله، طب ما عامل ايه، وايه الاخبار؟ الحمد لله. طب وين تفاصيل؟ سلام 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 سلام. طيب يعني خلينا نرجع لموضوعنا اكتر يا جماعه، فاحنا بنتكلم عن التفاصيل. يمكن يكون لا يعني يمكن خطيبي مختلف معايا شويه، ان هو بيقول لك لا انا التفاصيل عنده مش مهمه، او ما بيحبش التفاصيل. لكن انا مثلا شخص، وفي ناس كتير جدا حوالينا، لا انا بحب التفاصيل، بحب التفاصيل في البيت، في اللبس، في العربيه، بحب ممكن الاهتمام بتفاصيل معينه، ممكن تكون تفاصيل بسيطه مش مكلفه او اي حاجه، لكن لا بحب التفاصيل. اللي ما بحبش فيه التفاصيل مثلا، لو احنا بنتكلم يعني مثلا انت عايز تقول لي موضوع، تعالى قول لي الموضوع على طول. في مقدمات ساعات بتكون فعلا مفيده في شغلنا، في حياتنا، في كل حاجه، لكن لو احنا بنتكلم دلوقتي عن الراجل والست، مين اللي ما بيحبش التفاصيل؟ لا، الدراسه بتقول ان الراجل الاغلبيه العظمى بتقول ان هي ما فيش راجل بيحب التفاصيل. لا، وعايز اقول لك على حاجه كمان، في تفاصيل اللي هي بتاعت اللي فيها ارقام كتير، دي بالنسبه لي كارثه. يعني مثلا عيد الميلاد، عيد الجواز، عيد الاعياد اللي هي القوميه بتاعت المتزوجين. دي الكريسماس والفالنتاين، هو في كميه اعياد احنا ما نزلوش عندنا اصلا، اللي هو لما عندنا بتنساها مش مستوعب. لما بتنساها بقى، ما هو دي من التفاصيل، دي من التفاصيل، فاهم؟ او مثلا تفاصيل انت مثلا معود البيت عليها، او معود مراتك عليها، او حبيبتك عليها، وفجاه ما تبقاش موجوده، نظرا مثلا لانشغالك، نظرا مثلا ان انت دلوقتي دماغك مش فاضيه كفايه ان انت تعمل التفصيل دي. يعني مثلا كل يوم انت بتصبح على مراتك مثلا ها صباح الخير وبتاع، وتروح بايسها وبتاع وكده، حصل يوم ما حصلش ده، يعني يوم نزلت في حاجه، جالك تليفون وعايز تنزل، الدنيا هتمطر، هتلاقي بقى برق ورعد وفي تورنيدو في الشقه. ايوه بالظبط، فاهم؟ بس بص، عايز اقول لك حاجه، يعني هي حته التفاصيل برضو، هم عندهم التواريخ وكده، يعني ممكن تلاقي في رجاله بتهتم بتفاصيل معينه. يعني في اجماع ان الرجاله مثلا ممكن بتهتم مثلا بتفاصيل معينه، وتلاقي مثلا معظم البنات او الستات عندهم تفاصيل التواريخ. بس انا عايز اقول لك حاجه، حته التفاصيل والتواريخ دي لما تيجي تفكر فيها تحس برضو ان هم عندهم حق. احنا بننسى، انا هلتمس العذر للرجاله، بس برضو هلتمس العذر، ومش بتكلم معاك بحياديه، لا فعلا هم يكون الموضوع بالنسبه لهم، عارف اللي هو ايه، دي تفصيله هي مثلا مش ناسياها باليوم ده بالتاريخ ده، مستنياها اي حاجه، عايز تشوفك فاكر ولا لا. بس برضو من جانب اخر، انت معرض انك تنسى بحجم المسؤوليات اللي بتكون في الاول او في الاخر على الراجل. وطبعا احنا هنا مش بنقلل برضو من حجم المسؤوليات على الست او البنت، بس برضو حته التواريخ دي ممكن تكون مش في دماغه، في دماغه قسط، في حاجه في العربيه، في مشكله في الشغل، في حاجه حاجات زي كده. الاخضر الجنزير اللي انت لابسه ده غيرني ومخليك دبلوماسي زياده عن اللزوم، صح؟ وعمال بقى تجيب لي، عمال ايه، تلقط كده من هنا ومن هنا، ومش عايز تقف جنب الرجاله،
وعايز يقف جنب الستات على فكره الكلام وعمال ايه ده قلت لك الراجل عليه كذا وكذا وكذا فممكن ينسى معرض انه ينسى فانا أنا بحاول ان انا اطيب يعني اطيب خاطر الجنبين وان في الاول وفي الاخر يعني ان الموضوع تيجي بهداوه انا مش موافق يا شريف لاني الموضوع بتاع التفاصيل ده هقول لك انا الموضوع فين انا هسمع تفاصيل امتى لما يكون الموضوع على مزاجي او عاجبني او حبه او مهم او مهم هسمع تفاصيل مصيري لكن لما يكون في سخافه وفي انا مش قصدي ما بين الراجل ومراته او الراجل وحبيبته بس لكن انا بتكلم على صفة عامة يعني صفة سواء عامة. مع راجل زيك او صاحبك او اي حاجه لان برضو زي ما انت بتقول في رجاله زيك بتحب التفاصيل.